بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الدواء والداء والمرض والشفاء والعافية والبلاء، والصلاة والسلام على ابن الذبيحين وصاحب الشفاعتين وإمام القبلتين رسول الله إلى الثقلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ها نحن قد التقينا مجددا في لقائنا الثاني عن فيروس كورونا، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الأول عن اسم الفيروس ومنشأه وتركيبه وطرق العدوى وطرق الوقاية. ولقاؤنا الآن وهو اللقاء الثاني بعنوان فيروس كورونا والإعجاز اللغوي والعلمي في القرآن الكريم. فيروس كورونا، وما أدراك ما فيروس كورونا؟ هذا الكائن الدقيق المجهري الذي لا يرى بالعين المجردة، باغت البشرية على حين غرة وداهمها من شرقها إلى غربها، يسلب صحتهم ويزهق أرواحهم ويقلل أرزاقهم، حتى حاصرهم في بيوتهم وفي مشافيهم وفي كل مكان. لقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى البشرية ليلزم كل إنسان حده، ويقلب الموازين ويغير المفاهيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر في الآية 31: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم، هو جند من جنود الله. تعالوا معنا لنتعرف على هذا الجند أو على هذه الجنود، ولنتذكر معا يا أحبائي وحدات قياس المسافة أو الطول. أولا، عندما نقيس المسافة من مدينة إلى مدينة فإننا نقيسها بوحدة الكيلومتر، وعندما نقيس مثلا طول الفناء أو ارتفاع عمارة فإننا نستخدم وحدة المتر، وعندما نقيس طول القلم أو طول كتاب فإننا نستخدم وحدة السنتيمتر، وعندما نقيس طول حشرة صغيرة مثل النملة فإننا نستخدم وحدة أصغر وأصغر وهي المليمتر. تعالوا معنا وكلنا نعرف المليمتر. المليمتر هو المسافة المحصورة بين هاتين الشرطتين أو هاتين العلامتين. تخيل أن المسافة بين هاتين العلامتين لو أننا قسمناها إلى 1000 جزء متساو، هذه المسافة بين العلامتين، فإن كل جزء سيسمى الميكرون أو الميكرومتر. والميكرون أو الميكرومتر هو وحدة قياس الكائنات، طول الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والخلايا الحيوانية والنباتية. إذن الميكرون هو 1/1000 من المليمتر. تخيل مشاهدي العزيز لو أننا قسمنا هذه المسافة بين العلامتين إلى 1,000,000 جزء متساو، فإن كل جزء يسمى النانومتر. النانومتر أصغر من الميكرون، يعني النانومتر هو 1/1,000,000 من المليمتر. تعالوا ننظر إذن إلى فيروس كورونا. تخيلوا أن فيروس كورونا، هذا الفيروس الدقيق المجهري الذي لا نراه بالعين المجردة، قطره من هنا إلى هنا 125 نانومتر، أي أن قطره 125 جزء من 1,000,000 جزء من المليمتر. هذا المخلوق الصغير بهذه الروعة وبهذا الجمال وبهذه الدقة، ويحتوي على هذه التفاصيل الكثيرة، ويحتوي على عشرات الآلاف بل أكثر من الذرات في هذا بهذا الحجم الصغير جدا الذي قطره 125 نانومتر. نعم، صدق الله العظيم حين قال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، في الآية 7 من سورة السجدة. وهنا
تحقيق الإعجاز اللغوي والعلمي في القرآن الكريم حين يقول الله سبحانه وتعالى في الآيتين 38 39 من سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وفيه مسائل. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، الله سبحانه وتعالى هو الخالق يقسم بما شاء، أما المخلوق لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. المسألة الأخرى أن الله سبحانه وتعالى عظيم، فلا يقسم إلا بشيء عظيم. المسألة الثالثة عندما يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم، لا أقسم، القسم هنا منفي، ونفي القسم في القرآن الكريم يدل على توكيده. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم وأقسم وأقسم. المسألة الرابعة أن العلماء قسموا الوجود أو الكون إلى عالم منظور وعالم غير منظور. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بما ترونه، بكل ما ترونه وكل ما لا ترونه، الله سبحانه وتعالى يكون قد أقسم بكل ما خلق. ولذلك فالعلماء يقولون أن هذا القسم هو أعم قسم في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق بكل الموجودات، بكل ما خلقه. طب ما نبصر؟ نعلمه. وكان الناس أو الكفار وغيرهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل القرآن يفهمون ما لا تبصرون بالغيبيات التي لا يرونها من جن وملائكة وكرسي الرحمن وعرش الرحمن والجنة والنار، هذا ما لا يبصرونه بأصناف الناس المختلفة حين نزول القرآن الكريم. والإعجاز في القرآن الكريم أن الآية تأخذ معنى لغويا وعلميا يتوافق مع أفهام الناس وما توصلوا إليه من علم في عصر ما، ويتجدد هذا المعنى مع تقدم العلم وتقدم أفهام الناس بما يوافق العلم الحديث ولا يخالف أيضا المعنى الذي كانت تتحمله الآية قبل ذلك. ففي عصرنا الحديث نحن نفسر ما لا تبصرون بنفس التفسير القديم، ولكن نضيف إليه ما لا تبصرون، أي ما لا نراه بالعين المجردة، مثل الكائنات الدقيقة من فيروسات وبكتيريا وخلايا مختلفة للحيوانات والنباتات وغيرها من الكائنات الحية. ربما يقول قائل إن هذا لا يدخل في تفسير الآية. نقول له بل إنه يدخل في تفسير القرآن الكريم، لأنه من طرق تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 61 من سورة يونس: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى من أكثر، هو الخالق، لأنه هو الخالق، لأن هذا القرآن منزل، هذا دليل على تنزيله. تحدث عن الذرة منذ أكثر من 1441 عاما. وما يعزب، يعني وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من الذرة، مثل مكونات الذرة البروتونات والنيوترونات والإلكترونات وغيرها، ولا أكبر. طب ما هو الأكبر من الذرة مباشرة؟ الفيروسات والبكتيريا والخلايا وهكذا. وهذا تحقيق الإعجاز اللغوي والعلمي في القرآن الكريم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. نرجو أن تكون هذه الحلقة قد حازت على إعجابكم،
بأمل بالضغط على لايك والضغط على سبسكرايب وتفعيل الجرس، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مع فيروس كورونا إن شاء الله. دمتم بخير، محدثكم بيولوجيست إيهاب عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.